النقابة الوطنية للصحة العمومية تلوح برفع وتيرة احتجاجاتها خلال الأسابيع المقبلة في إطار حراك نقابي يستهدف الضغط على السلطات لإعادة النظر في العديد من النقاط العالقة التي تسعى النقابة لتحقيقها فيما تلكأت السلطات في وعودها بشأنها. النقابة نظمت وقفة احتجاجية أمام المستشفى الوطني بنواكشوط وذكرة باستنفاد المدة القانونية التي يشترطها القانون للحصول على رد من الحكومة قبل التوقف عن العمل في مرفق حساس يعاني من إشكالات وعوائق بنيوية. وحددت النقابة جدولا زمنيا لحراكها مطالبة السلطات بوقفة جدية لحل المشكلات العالقة المؤثرة على القطاع الصحي في البلاد. وتطالب النقابة باكتتاب عمال الصحة المؤهلين العاطلين عن العمل إضافة إلى صرف علاوة الخطر ووضع حد لنظام الأسلاك الحالي الذي تعتبره النقابة مخلا بحقوق العمال وصرف تعويض عن المداومة الليلية.